الآن محاضرة اليوم ستكون أيضا ضمن إطار علم الكون وضمن إطار فيزياء الكون. هو الأدق أن نقول physical cosmology، يعني علم الكون الفيزيائي، physical cosmology. فما سأتكلم عنه اليوم يقع ضمن إطار الphysical cosmology، علم الكون الفيزيائي أو فيزياء الكون أو علم الكون. يعني أريد، يعني أنا كتبت البارحة منشورا في هذا الخصوص، يعني تكلمت عن المحطات الرئيسية كان في تطور صورتنا عن الكون، أو بالأحرى الاكتشافات الرئيسية عبر التاريخ التي كان لها أثر كبير في بناء صورتنا للكون وفي تغيير صورنا للكون. فإذا هذا ما سأتكلم عنه اليوم ببعض التفصيل، طبعا كتابة لم يتح لي المجال لأن أكتب بالتفصيل، ولكن الآن سأتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، الاكتشافات الفتوحات الكبرى، خلينا نسميها الفتوحات الكبرى، التي كان لها الأثر الأكبر في بناء صورتنا للكون وفي بناء معرفتنا للكون وفي بناء في تغيير تصوراتنا للكون. و يعني قد لا أغطي كل الفتوحات الكبرى، ولكن يعني الفتوحات الرئيسية، لنقل الفتوحات الرئيسية. أولا اكتشاف الكواكب، تمييز الكواكب عن النجوم. يعني لاحظ الأقدمون أن الكواكب تتغير في حركتها عن باقي النجوم. هذا كان مهم جدا لأنهم أدركوا أن الكواكب لها صلة بالأرض، لها صلة بنا تختلف عن صلة النجوم بنا. ما كانوا عارفين بالضبط كيف تختلف، ولكنهم أدركوا أن هناك اختلافات من حركة هذه الكواكب. وأيضا لاحظوا أن أحجام الكواكب وشدة سطوعها تختلف في خلال السنة مثلا، وفي خلال مع الزمن تختلف. يعني أحيانا يبدو الكوكب كبيرا، أحيانا يكون صغيرا كالنجم، يبدو صغيرا كالنجم، وأحيانا سطوعه يزيد وأحيانا يخف، وحجمه يعني يزداد وأحيانا يخف. لاحظوا ذلك، لاحظ الأقدمون ذلك، فأدركوا أننا بإزاء أجرام سماوية تختلف عن النجوم الثابتة، ما يسمى النجوم الثابتة. طبعا هم لم يعرفوا في ذلك الوقت أن النجوم هي شموس، وأن الكواكب شيء آخر، وأن الكواكب قريبة جدا منا، وأما النجوم فهي بعيدة جدا عنا. ما كانوا يدركون ذلك، ولكنهم على الأقل أدركوا أن هناك اختلافا جوهريا. وطبعا الكواكب التي كانت ترى في العين المجرد، التي ترى بالعين المجردة، هي عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل. هذه الكواكب الوحيدة التي ترى بالعين المجردة، الكواكب الأخرى لا ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى تلسكوبات ضخمة لكي نراها. وأيضا القمر، طبعا كانوا يظنون أن القمر هو كوكب مثله مثل الكواكب الأخرى تدور كلها حول الأرض بما في ذلك الشمس، يعني كلها كانت كواكب بالنسبة إليهم، وأدركوا أنها تختلف عن النجوم يعني، أو أقرب، وأن النجوم أبعد بكثير، وأنها تختلف جوهريا عن النجوم. فهذا كان اكتشاف، وكان الفضل الأكبر للبابليين في الواقع في اكتشاف ذلك، في هذا التمييز. ولذلك أعطوا أسماء معينة، أسماء آلهة لهذه الكواكب. عطارد، شو أصل عطارد بالعربي؟ زهرة، المريخ، المشتري، زحل. بالإنجليزي طبعا مأخوذ، معروف بالإنجليزي، مأخوذة من اللغة اللاتينية ومن الرومان، والرومان أخذوها من اليونان، واليونان أخذوها من الشرقيين، يعني من المصريين والعراقيين والسوريين. يعني ميركوري اسم إله اللي هو عطارد، زهرة فينوس اسم إلهة رومانية لكن أصلها أفروديتي اليونانية، وأصلها عشتروت بتكون أكيد الشرقية. المريخ إله الحرب، مارس، جوبيتر كبير الآلهة، زيوس عند اليونان كبير الآلهة،
جوبيتر عند الرومان، زيوس عند اليونان، وساترن برضه إله البحر أو المحيط اللي هو. فأعطوا يعني ألصقوا أسماء آلهة بهذه الكواكب لتمييزها عن النجوم. هذا طبعا كان اكتشاف كبير أدى إلى تطورات هائلة في علم الفلك وفي العلم بصورة عامة، يعني كان نقطة انطلاق في الواقع. لا بل يمكن القول أنه علم الفلك القديم كله تركز حول معرفة حركات هذه الكواكب. هذا كان اكتشاف كبير جدا. الآن الاكتشاف الثاني، الفتح الكبير الثاني، كان اكتشاف كروية الأرض. لأن اكتشاف كروية الأرض بدأ البابليون يتكلمون عن كروية الأرض، واليونان أيضا، بالذات الفيثاغوريون كانوا يميلون إلى اعتبار الأرض كروية. يعني بالقرن الخامس قبل الميلاد تبلورت هذه الفكرة أن الأرض كروية. طبعا ظلت هناك أفكار أخرى حتى عند اليونانيين وعند البابليين أنه ربما الأرض ليست كروية، ولكن بدأت تترسخ فكرة كروية الأرض في المناطق الحضارية الكبرى مثل منطقتنا، مثل العراق ومثل اليونان. وهذا كان اكتشاف كبير. لكن الأهم أنه في القرن الرابع قبل الميلاد تم البرهان بشواهد قوية، تم البرهان على كروية الأرض، وهذا ما نراه في عند أرسطو. أرسطو يبرهن على كروية الأرض، يبرهن على كروية الأرض، وهذه البراهين واردة في كتاباته المتنوعة، واردة تماما. يعني هو يقول انظروا شواهد معينة، شواهد لا مجال لإغفالها وتدل على كروية الأرض. ولم يكتفي بذلك، وإنما ذكر أيضا أرسطو طرق قياس محيط الأرض، يعني إلى هذا الحد، يعني طرق قياس محيط الأرض. يعني هاي كانت مسألة في غاية الأهمية، أنه البرهان على كروية الأرض. لا بل هذا جعل أرسطو أن يعني يعتبر الأرض أساس نظامه الكوني، يعني وضع الأرض في مركز الكون، في مركز كونه، وكان لها مغزى فيزيائي، يعني كان لها وظيفة فيزيائية في كونه. فإلى هذا الحد يعني هو اهتم بكروية الأرض واهتم بالبرهان على كروية الأرض. وأيضا كما قلت أورد طرقا لقياس محيط الأرض. طبعا هذه تعززت في القرن الثالث قبل الميلاد على يدي إيراتوستينيس المصري، اليوناني المصري في الإسكندرية، الذي كان يعمل في الإسكندرية، الذي قاس محيط الأرض بطريقة ذكية جدا وبدقة كبيرة، ربما أدق قياس لمحيط الأرض في العالم القديم. هذا في القرن الثالث قبل الميلاد. فاللي بيجي بيحكي إنه كروية الأرض جديدة، هذا حكي فاضي، من زمان مكتشفة، مش جديدة يعني اكتشفت، ولم يكتشفها لا كولومبوس ولا غيره، هذه مكتشفة من قبل كولومبوس بأكثر من 1000 سنة. فإذا هذا كان الفتح الآخر. وعلى هذا الأساس قام علم الفلك القديم كله، سواء علم الفلك اليوناني أو العربي أو علم الفلك في العصر الوسيط، كله قام على هذا الأساس، على أساس هذه الاكتشافات. ولكن نحن هنا لا نتكلم عن النظريات، وإنما نتكلم عن الاكتشافات الفعلية التي كان لها الأثر الأكبر في تكوين صورتنا عن الكون ومعرفتنا عن الكون وفي تغيير صورنا عن الكون. ثم لدينا الاكتشاف الكبير أن الأرض تتحرك، أن الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس مثلها مثل باقي الكواكب، وأن القمر يدور حول الأرض. لأن هذا الاكتشاف طبعا يرتبط باسم كوبرنيكوس، وهو بالفعل الذي وضع، الذي بنى علم الكون، علم الفلك على هذا الأساس، كان كوبرنيكوس الذي وضع نظاما رياضيا شاملا في هذا الأمر على أساس مركزية الشمس وحركة الأرض، كان كوبرنيكوس. ولكن نحن نعلم أنه سبق كوبرنيكوس إلى هذا النظام أرستاركوس اليوناني حوالي 300 قبل الميلاد. وأرستاركوس في الواقع بنى هذا النظام، ولكن ضاع عمله،
يعني ربما توصل إلى نظام شبيه بنظام كوبرنيكوس، ولكن ضاع عمله. والذي لفت نظرنا إلى هذا العمل كان أرخميدس في القرن الثالث، الرياضي المشهور في القرن الثالث قبل الميلاد. أرخميدس أشار في فقرة إنه أريستاركوس بنى مثل هذا النموذج، وأنه تكلم عن حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس مثل باقي الكواكب. هكذا عرفنا عن أريستاركوس، ولكن في النهاية النظام يعود إلى كوبرنيكوس. فكوبرنيكوس نستطيع أن نقول اكتشف بين قوسين أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس. طبعا هذا فجر ثورة كبرى نسميها الثورة العلمية الكبرى، يعني هذا الاكتشاف فتح آفاقا كبيرة أمام علم الكون. وفعلا النقطة اللي بعدها أو الاكتشاف الكبير إنه جاليليو في الواقع، أولا نستطيع أن نقول أنه برهن على حركة الأرض، يعني كوبرنيكوس افترض حركة الأرض، جاليليو بين معقولية هذه الفكرة وبرهن عليها فيزيائيا، هذا ما ميزه حتى عن كوبرنيكوس. طبعا مع جاليليو اكتشف اكتشافات كبيرة، لأنه استخدم التلسكوب لأول مرة في التاريخ في دراسة الأجرام السماوية، وليس بالعين المجردة، لم يكتفي بالعين المجردة. وطبعا هو اكتشف الكلف الشمسي سان سبوتس، اكتشف أن للزهرة منازل شبيهة بمنازل القمر، اكتشف أن القمر مادية القمر، يعني اكتشف أن القمر لا يختلف عن مادة الأرض، فيه جبال وفوهات بركانية وما شابه ذلك، ليس هو جسم سماوي أثيري مالس، وإنما هو في الواقع يشبه الأرض، هو صخرة، كأنه صخرة من صخور الأرض. هذا اكتشفها جاليليو بتلسكوبه. واكتشف ماهية درب التبانة، بين أن درب التبانة هي عبارة عن حشد هائل من النجوم البعيدة. برضه هذا يعني حسم هذه المسألة، كان هناك تكهنات كثيرة في العالم القديم بصدد درب التبانة، إلى أن تمكن هو في الواقع من رؤية تفصيلاته بتلسكوبه. وطبعا اكتشف أقمار المشتري، هذا كان اكتشافا كبيرا، 4 أقمار للمشتري، لأنه بين أن الأرض يعني مثلها مثل باقي الكواكب، لها قمر واحد، المشتري له أقمار، وأنه ليس بالضرورة الأجرام السماوية أن تدور حول الأرض كما كان يقول أرسطو، وإنما في الواقع هي أقمار تدور حول المشتري. فهذا اكتشاف كبير كان. طبعا اكتشاف آخر أنه كبلر اكتشف أن مدارات الكواكب إهليليجية وليس دائرية. هذا ربما في المستقبل أتكلم بمزيد من التفصيل حول هذه النتيجة، لكن هذه قادت لقوانين نيوتن. يعني هذا الاكتشاف الكبير حول حركة الكواكب حول الشمس وحول الجوهر الإهليلجي لمدارات الكواكب فتح المجال واسعا أمام كل الفيزياء الحديثة. فهذا اكتشاف كبير. طبعا في اكتشاف حلقات زحل، يعني اكتشفها في الواقع رصديا هويجنز، العالم الهولندي هويجنز. ولكن الاكتشاف الأكبر كان اكتشاف نيوتن. نيوتن من دمج جاليليو مع كبلر، قوانين جاليليو وقوانين كبلر، استطاع أن يتوصل إلى قوانين كونية، قوانين حركة الأجسام وقانون الجاذبية الكوني. ليش مهم قانون الجاذبية؟ لأنه يقول إن كل كتلة تجذب كل كتلة أخرى بقوة وجد قانونها. فاكتشف هذا الاكتشاف الهائل في الواقع نيوتن انه قوانين الحركة مع قانون الجاذبية، هكذا استطاع ان يفسر حركات الكواكب والنجوم، حتى النجوم يعني استطاع ان يفسر هذه الحركات تفصيليا ورياضيا بما ينسجم مع المشاهدات. فهذا كان اكتشاف كبير جدا. لأن أيضا بالقرن 18 اكتشف الفلكي البريطاني اللي أصله ألماني هيرشل، اكتشف في الواقع كوكب جديد
يعني لاحظوا أنه طوال العصور السابقة كان يظن أنه لدينا الكواكب، خلينا نسميها ستة إذا اعتبرنا الأرض كوكبا، ستة كواكب: عطارد، زهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل. إذا به يكتشفوا، وطول الوقت يعني كانوا يظنون في الماضي أنه هذه هي الكواكب الوحيدة. طبعا في نظام أرسطو كانوا يظنون هناك 5 كواكب، ولكن في نظام كوبرنيكوس 6 كواكب، لأن الأرض أضحت كوكبا. ولكن هنا هرشل اكتشف كوكبا آخر وهو أورانوس، اكتشف كوكب أورانوس، كوكب جديد لأول مرة في التاريخ يكتشف أنه لدينا أكثر من هذه الكواكب الستة، لدينا 7 كواكب بالنسبة إليه. وأيضا اكتشف هرشل الشكل التقريبي للكون، كان يظن لمجرتنا، ولكن كان يظن أن هذا هو كل الكون، أن مجرتنا هي كل الكون، ولكن اكتشف شكل المجرة، الشكل التقريبي للمجرة في الواقع، اللي هي صحن بأذرع، هذه هي مجرتنا، مجرة درب التبانة. بمشاهداته الدقيقة استطاع أن يتوصل هرشل إلى هذه الصورة، اللي خلال القرن 19 في الواقع أضيف إلها ودقق فيها وأصبحت أكثر دقة إلى آخره. أيضا في القرن 19 اكتشفت، طبعا اكتشف اكتشاف كبير جدا، اكتشف أن حركة، يعني برهن على حركة الأرض بصورة دقيقة، ولكن أيضا اكتشف أن النجوم هي بالفعل بعيدة سنوات ضوئية عنا، ما كانت هاي معروفة، وإنما اكتشف أن النجوم تقع على أبعاد كبيرة جدا منا، أبعاد تعد بالسنوات الضوئية وعشرات السنوات الضوئية ومئات السنوات الضوئية. هذا أيضا كان اكتشاف في القرن 19. وفي القرن 19 اكتشف كوكب آخر اللي هو نبتيون. كوكب نبتيون اكتشف في منتصف القرن 19 بمساعدة نظرية نيوتن في الجاذبية والمشاهدات الفلكية، وهذا أيضا كان اكتشاف كبير. طبعا بلوتو اكتشف في القرن العشرين، في ثلاثينيات القرن العشرين، وعد الكوكب التاسع، ولكن تبين يعني الآن أغلب العلماء لا يعتبرونه كوكبا، وإنما يعتبرونه كويكبا، هذه مسألة أخرى. لكن أنا أذكر الاكتشافات الكواكب اللي متفق عليها. فهذا كان اكتشاف عظيم. الاكتشاف الآخر العظيم كان إنه ماكسويل اكتشف الأمواج الكهرومغناطيسية، اكتشف أن هناك، هاي في النصف الثاني من القرن 19، اكتشف أن هناك طيف من الأمواج الكهرومغناطيسية يمتد من الميكروويف حتى جاما ريز. يعني لدينا مايكروويف، راديو ويفز، انفراريد الحرارية، الأمواج الحرارية، الأمواج المرئية، الأمواج فوق البنفسجية، الأمواج السينية، ثم الأمواج الجاما، أمواج الجاما. يعني وجد هذا الطيف الذي أصبح في الواقع أداتنا، هذا الطيف في دراسة النجوم وفي دراسة المجرات وما شابه ذلك. فهذا كان اكتشاف هائل، فتح آفاق هائلة أمامنا لكي نستكشف بنية الكون. فهكذا إذن هذه الاكتشافات الكبيرة. الآن أيضا في الآن نأتي إلى القرن العشرين واكتشافات القرن العشرين. حتى الآن كل هذه اكتشافات كانت مهمة جدا. الآن في القرن العشرين توالت الاكتشافات. أولا اكتشفت ماهية النجوم، واكتشف مصدر النجوم عندما توصل العلم إلى الفيزياء النووية وإلى معرفة نواة الذرة، وعندما توصل إلى فكرة الاندماج النووي، اكتشف العلم مصدر طاقة النجوم، الطاقة الهائلة التي تصدر عن النجوم، وكيفية تكون العناصر بالنجوم. يعني هنا نذكر أسماء مثل سير آرثر أدينغتون، مهم جدا في بناء نظرية النجوم،
ومثل هانس بيتا عالم النووي المشهور، ومثل أيضا فريد هويل العالم الإنجليزي الذي في الواقع وضع نظرية بينت كيف تنتج العناصر وتطبخ العناصر في باطن النجوم. هذا كان اكتشاف هائل في الواقع، ماهية النجوم. وبدأ الكلام عن تاريخ النجوم، كيف تنبثق النجوم، كيف تتطور وكيف تموت. أيضا هذه الاكتشافات تعود إلى القرن العشرين. هنا نذكر اسم مهم جدا في الواقع في معرفة كيف تتطور النجوم وكيف تنهار، اللي هو تشاندرا سيكار الهندي، الذي بين انه ان النجوم في نهاية عمرها تنكمش في الواقع. إذا كانت كتلتها أقل من 1.4 من كتلة الشمس فإنها تتوقف عندما يسمى القزم الأبيض، الذي يفقد طاقته باستمرار حتى يصبح قزما أسود. ولكن بين أن الانهيار النجم يستمر إذا كانت كتلة النجم أكثر من 1.4 من كتلة الشمس. هذا كان اكتشاف عظيم، وهذه 1.4 من كتلة الشمس يسمى حد تشاندرا سيكار، وقد حصل فيما بعد على جائزة نوبل على أساس هذا الاكتشاف الكبير. هلا هذه إذن فيما يتعلق بالنجوم، وطبعا أعطتنا هذه النظرية فكرة عن أعمار النجوم، بينت أن النجوم ليست أزلية وأبدية، وإنما في الواقع تنشأ نشوءا وتموت، شأنها شأن كل النظم اللي موجودة في الطبيعة. فهذا أيضا كان اكتشاف عظيم جدا، وما زالت دراسة النجوم مستمرة يعني. طبعا هناك أنماط، يعني النجوم بعضها صغير بعضها متوسط مثل شمسنا، وبعضها كبير، وهذا لا يعمر كثيرا طويلا. على أي حال، هذه كانت فتوحات واكتشافات كبيرة فتحت لنا آفاقا لا حصر لها. أيضا ما دامنا نتكلم عن النجوم، النجوم النيوترونية اللي هي عبارة عن نواة من النيوترونات ضخمة جدا. النجوم النيوترونية اكتشفت لأول مرة في نهاية ستينيات القرن العشرين، 1968 اكتشف لأول مرة النجم النيوتروني. طبعا النجم النيوتروني كان نظريا مفهوم، ولكن جاءت الشواهد لتدل على وجوده. فاكتشفت إذا النجوم النيوترونية منذ نهاية الستينيات، وتتوالى اكتشافات النجوم النيوترونية. وأيضا اكتشف الثقب الأسود، الثقوب السوداء، بدأت أول نظريا مع كارل شفارسجيلد، ثم تطورت مع تشاندرا سيكار، والأهم أوبنهايمر الذي توصل إلى مفهوم الثقب الأسود، ولكن بصورة ليست مقنعة تماما. سنة 1939 أوبنهايمر العالم الأمريكي. ثم في الستينيات في الواقع مجموعة من العلماء السوفييت والعلماء الآخرين، مثلا نذكر في الستينيات روجر بنروز الذي كان له الدور الأكبر في اكتشاف الثقوب السوداء نظريا، وجون ويلر العالم الأمريكي، وستيفن هوكينج العالم البريطاني المشهور، وآخرون أيضا في الواقع بنوا نظرية الثقوب السوداء بصورة واضحة. وأيضا بدأت الأرصاد الفلكية تكشف عن وجود هذه الثقوب السوداء. طبعا الآن لدينا فيض كبير من الشواهد على وجود الثقوب السوداء الصغيرة نستطيع أن نقول، والعملاقة التي توجد في قلب المجرات. فهذا أيضا اكتشافات هائلة تمت في القرن العشرين ومطلع القرن 21. من جهة أخرى، أينشتاين وضع نظريته في النسبية العامة عام 1915، هذه النظرية أصبحت أداة رئيسية في الكشف عن بنية الكون. فهذه قادت طبعا في العشرينيات من القرن العشرين، قادت إلى نتائج مبهرة بالفعل. أولا نجد أنه العالم الأمريكي أدوين هابل اكتشف المجرات، كان يظن أنه
مجرة درب التبانة هي الكون كله، ولكنه برهن على أن الكون يعج بالمجرات البعيدة جدا عنا التي تشبه مجرتنا، ولكن تقع على أبعاد ملايين السنين الضوئية، لا بل مليارات السنين الضوئية عنا. فاكتشف المجرات، وهذا كان اكتشاف هائل. وأيضا اكتشف أن الكون، أن المكان الكوني يتمدد، وهذا يعود بشكل أساسي إلى ألكسندر فريدمان وجورج لاماتر وأدوين هابل. واكتشف قانون هذا التمدد اللي هو قانون لاماتر هابل في تمدد المكان الكوني، وهذا شيء كبير، وهذا قاد إلى فكرة البيج بانج. هلا وإلى التنبؤ بوجود إشعاع الخلفية الذي سأتكلم عنه لاحقا. المهم أنه هذه الاكتشافات طبعا فتحت المجال واسعا أمام تطورات هائلة في تصورنا للكون. ف يعني فكرة تمدد المكان الكوني كان في الواقع ربما أهم فكرة في تاريخ علم الكون، ربما أهم فكرة، أهم اكتشاف في تاريخ علم الكون. الآن جاء اكتشاف كبير جدا عام 1965، عندما اكتشف العالمان بنزياس وويلسون أن الإشعاع الخلفية، أن هناك إشعاعا مايكرويا يصلنا من كل اتجاه في الكون بصورة متجانسة، وأن درجة حرارته هي حوالي 2.7 مطلقة. هذا كان اكتشاف هائل، لأنه جاء دعما لنظرية البيج بانج، نظرية الانفجار الكوني، ودحضا لنظرية الستيدي ستيت اللي هي الحالة المستقرة. هذا كان من أعظم اكتشافات علم الكون، والآن هو الأساس في دراسة تاريخ الكون وبنية الكون، هو الأساس في الواقع، لأنه طبعا في تطور كبير حصل في تكنولوجيا الكشف عن هذا الإشعاع، و يعني في نهوض في التكنولوجيا الدقيقة جدا للكشف عن هذا الإشعاع. وباستمرار في الواقع نطلق تلسكوبات فضائية أكثر دقة، وهذا يقودنا إلى اكتشاف بنية الكون كما تنعكس في هذا الإشعاع، إشعاع الخلفية. فهذا كان اكتشاف في غاية الأهمية، اكتشاف إذن إشعاع الخلفية. طبعا بالإضافة إلى ذلك كله، بالإضافة إلى ذلك كله، في مفهوم مهم جدا اكتشف في سبعينيات القرن العشرين، اللي هو مفهوم الخلاء الزائف (false vacuum)، اللي هو طبعا برز في سياق نظرية الستاندرد موديل، اللي هو النموذج المعياري للجسيمات الأولية. ولكن ألان جوث استعمل، العالم الأمريكي ألان جوث استعمل هذا المفهوم في الواقع في وضع نظرية جديدة اللي هي نظرية التضخم (inflationary theory)، وما زال هناك شغل كثير في الواقع في هذا الاتجاه. يعني اكتشفت بعبارة أخرى الجاذبية التنافرية. يعني ألان جوث إلى حد كبير كان مسؤولا، كان هو الذي اكتشف أن الجاذبية، جاذبية الخلاء الزائف، هي جاذبية تنافرية وليست جاذبية جاذبة كما هو الحال مع جاذبية نيوتن. وهذا كان اكتشاف أيضا كبير جدا. إلى أن نصل أيضا، يعني صار اكتشف الكثير حول توزيع المجرات في الكون، و يعني ووضعت نظرية تقول إن الذبذبات الكوانتمية التي كانت موجودة في المراحل الأولى من عمر الكون مطها التضخم الكوني، فأصبحت هي المجرات وعناقيد المجرات وما شابه ذلك. سنتكلم عن ذلك في محاضرة قادمة، ولكن الآن أذكرها بوصفها اكتشافا كبيرا. وطبعا هناك الاكتشاف الكبير عام 2016، اكتشاف أمواج الجاذبية التي تنبأ بها أينشتاين عام 1916.
فأمواج الجاذبية هذه ستفتح لنا نافذة أعمق من النافذة الضوئية على بنية الكون. يعني عندما نتمكن من قياس أمواج الجاذبية اللي هي صعب جدا الكشف عنها، سيتبين لنا أشياء الإشعاع الخلفية لا يكشف عنها، لأن أمواج الجاذبية تنبثق في الواقع من البرهة الأولى من عمر الكون، في حين أن إشعاع الخلفية انبثق حوالي 380 ألف سنة بعد نشوء الكون. فلاحظوا أنه إذا استطعنا أن نكشف مثلا عن نيوترينوات وعن الأشعة الأمواج الجاذبية، نكون في الواقع قد عدنا إلى الوراء، إلى اللحظات الأولى من عمر الكون، وهذا سيكشف لنا المزيد من طبيعة الكون. هذه هي المحطات الرئيسية، أنا أجد هذه هي المحطات الرئيسية في تاريخ المعرفة التي انبنت فيها، يعني ساعدت في تكوين صورتنا الكونية، وفي تكوين معرفتنا بالكون، وفي تغيير صورنا الكونية. هذه هي الاكتشافات الرئيسية. هناك طبعا اكتشافات أخرى لا مجال لذكرها هنا، ولكن هذه بتعطيكم فكرة عن كيف تطورت معرفتنا بطبيعة الكون. فإلى اللقاء في محاضرات قادمة.